على الآفاق بالإبداع سحرا، من الآيات تسمو فيك قدرا. تفكر أيها الإنسان فيها وسبح. الإنسان في التعريف الدقيق هو المخلوق الأول عند الله. هنا الأفلاك في نحن في مستهل برنامجنا ويتفكرون. برنامجنا في موسمه الأول تحدث عن آيات الله في الكون، وها نحن نتابع الحديث في الموضوع ذاته. هذا العنوان مستمد من قوله تعالى في سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. يخل الوعد في مرسى الأمان على أسرارها يزدان فكرا. على الآفاق، على الآفاق، على الآفاق بالإبداع سحرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد الكائنات سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي أخواتي أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن معا في حلقة جديدة من برنامجنا ويتفكرون، نبحر فيها مع آيات الله عز وجل في الكون وفي الآفاق وفي الأنفس. يصحبنا في هذه الرحلة شيخنا الفاضل فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي الفاضل، التفكر بنعم الله عز وجل يعني من أعظم أنواع العبادة كما ورد عن بعض السلف. واليوم سيدي نتفكر بنعمة أو بنعمتين من نعم الله. نبدأ بالنعمة الأولى وهي نعمة العين. قال تعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. نبدأ سيدي بالإشارة، لماذا قال عينين؟ لماذا هما عينان؟ الحقيقة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وسلم. الإنسان بعين واحدة يرى بعدين، طول وعرض فقط، أما بالعين الثانية يرى الأبعاد الثلاثة. ارسم مربعاً وارسم بداخله مربعاً آخر منحرفاً عنه قليلاً، ثم صل بين الزوايا الأربع تطلع الكعبة. فبالعينين في بعد ثالث، بعين واحدة طول وعرض، بالعينين بعد ثالث العمق. نعم، العمق. فأنت ترى الشيء بعين واحدة، أما المسافة بينك وبينه بالعينين. أنا ضربت مثل أنه أنت مسيك إبرة وخيط وغمض إحدى العينين، تحاول أن تدخل الخيط في الإبرة، تكون في بيناتهم 10 سنتيمترات، بالعينتين يأتي مكانه. فالبعد الثالث مهم جداً، المسافات يعني. أنت راكب مركبتك في مسافة أمامك، تكشف هذه المسافة العين الثانية. نعم، تكامل العينين، من تفاضل وصول النور إلى العينين. هذا التفاضل بسبب البعد الثالث وهو العمق. العمق. سيدي الفاضل، لو تامعنا في هذه الآية، في آية العين، هذه الآية الكونية المذهلة، العين سيدي ترى الأشياء بأحجامها الحقيقية بخلاف المصورة. والله هذا السؤال ما له جواب. كيف نرى الشيء بحجمه الحقيقي؟ انظر إلى جبل قاسيون في الشام، تراه كاملا، كاملا بحجمه الحقيقي. طيب صوره على آلة التصوير 8 سنتيمتر 3 سنتيمتر، مهما تكبرته، مهما كبرته. فهي من الحقائق التي لم تكشف حتى الآن. كيف نتمتع بأن نرى الأشياء بحجمها الحقيقي؟ ايضا سيدي في الالوان، يعني الدقه احيانا في تمييز اللون. يعني قالوا انه الضوء الاخضر لو درجناه 800 ألف درجه، العين السليمه تدرك الفرق بين درجتين. الله اكبر، 800 ألف درجه. اذكر مره انه يعني اختلفت مع نجار بموازاة المسكه مع طرف الباب، قال لا بالضبط، فجاء بالمتر
بالعكس بالضبط نفس المسافة. لما أصريت أم جاء ببكار وضعه بمكان وقفله، طلع في فرق تقريباً 1/20 ملي. طبعاً هذه العين السليمة ميزت. أبداً نعم. تميز. سيدي الفاضل أيضاً الشبكية يعني تلتقط الصور مساحة 1.3 ملي. فيها 1,300,000 مستقبل ضوئي بأضخم آلة تصوير احترافية، فيها بالميلي متر مربع 10,000 مستقبل ضوئي بأضخم آلة تصوير احترافية، يعني اللي حقق ملايين. بالسنتيمتر مربع في 10,000 مستقبل ضوئي، بالعين في 1,300,000 مستقبل ضوئي، من أجل الرؤية الدقيقة جدا وتنقل الصور إلى الدماغ. فلو درجنا اللون الأخضر أو أي لون آخر 800,000 درجة، العين السليمة تفرق بين درجتين. لهذا قال تعالى ألم نجعل له عينين. نعم يعاتبنا جل جلاله. نعم. أيضا سيدي القرنية، أي شيء بالجسم من دون استثناء يتغذى بالحلول، يتغذى بالشعريات. لو أن القرنية تتغذى بالشعريات لرأينا ضمن شبكة دائما الشعريات. إلا هذه القرنية، طبقة القرنية الأولى، يأتي الغذاء إلى أول خلية، تأخذ الخلية غذاءها وغذاء جارتها وينتقل عبر الحلول كي تكون الرؤية صافية، وإلا نحن أمام شبكة أوعية دموية. نعم. أيضا سيدي والماء بالعين يتجمد بدرجة صفر، هذا شيء طبيعي مثل الماء العادي. لو واحد ذهب إلى شمال الأرض فنلندا 60 تحت الصفر، يجب أن يتجمد ماء العين ويفقد البصر. في بماء العين مادة مضادة للتجمد. الله. صنعة من، حكمة من، علم من، رحمة من جل جلاله. سيدي الفاضل أيضا يعني من طبقات العين، ويعني نحن فقط نأخذها نتفا كما يقال. نعم. القزحية وفيها الحدقة كيف تنقبض يعني أنا لا أفهم أنه القزحية الضوء الشديد يجعلها تضيق والخفيف يجعلها تتسع، فالإنسان انتقل فجأة من مكان منير لمكان مظلم لا يرى شيئا إلى أن تستعيد العين قدرتها على توسيع القزحية. توسع هذه الفتحة الحدقة بالضوء تضيق، بالظلام تتسع آليا. نعم. سيدي الفاضل ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. أيضا اللسان ينطق الحروف سيدي الحرف الواحد يحتاج إلى تقريبا 24 عضلة. إذا كلمة 5 حروف وجملة 10 كلمات كم عضلة استخدمنا منذ بداية اللقاء. نعم. ومحاضرة ساعة. نعم. شيء لا يصدق. نعم. حقيقة الإنسان أكبر آية دالة على عظمة الله عز وجل. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. والله لا أبالغ، لو أمضينا كل أعمارنا في التدقيق في إعجاز الله في خلق الإنسان ما انتهينا. وهديناه النجدين، ما تقولون في النجدين؟ البعض قالوا طريق الخير والشر. والله هناك يعني تفاسير كثيرة، أنا أرى أوجه تفسير الثديين. هذا تفسير ابن عباس رضي نعم. الله. هذا الحليب يأتي معقما ساخنا في الصيف بارد في الشتاء، في كل حاجات الطفل تتبدل، هذا الحليب يتبدل كل فترة بسيطة بحسب نمو الطفل. يعني ما ممكن يكون في إرضاع صناعي يقترب من إرضاع الطبيعي، لا يمكن. حتى في بحث دقيق جدا الآن الإرضاع الطبيعي له علاقة بالذكاء. نعم. فالذي لا يرضع من ثدي أمه مستوى ذكاء أو أقل. يأتي ساخنا في الشتاء باردا في الصيف. باردا في الصيف. نعم. نعم. وأيضا سيدي الطفل الصغير يعني كيف منذ ولادته يرضع فورا من يعني أنا بقول لك كلمة بس دقيقة جدا. نحن عندنا بحياتنا النفسية أو الجسمية في عندنا منعكسات. إنسان لما يكون واحد إلى جانبه ما
معه دخينة شاعلة بتمس يده، هذا مو خاضع للدماغ إطلاقا، منعكس شرطي. نعم. يعني بيتاخذ أمر من نقاع الشوكة، عكس منعكس شرطي. نعم. أما آلية المص معقدة جدا. الآن ولد يضع شفتيه على حلمة ثدي أمه ويحكم الإغلاق ويسحب الحليب. الله أكبر. شوف عملية معقدة، يضع شفتيه على حلمة ثدي أمه ويحكم الإغلاق ويسحب الحليب، هذا منعكس. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، من آيات الله الدالة على عظمته. نعم. نعم. سيدي الفاضل، تحدثنا عن العينين واللسان والشفتين والنجدين، نختم بالحديث عن الأذنين. أيضا للإنسان أذنان، لماذا للإنسان أذنان؟ يعني ماشي بالطريق. نعم. وراءه في السيارة على يمينه أطلقت بوقها، البوق يصل إلى الأذن الأولى قبل الأذن الثانية، يمشي على طرف الطريق والسلام على اليمين، أطلق البوق سيصل الصوت إلى اليمين أولا، الصوت وصل لليمين قبل اليسار، التفاضل 1/1620 جزء من الثانية، بهذا التفاضل يعلم أنه مع اليمين السيارة، يتجه نحو اليسار. خلق إعجاز بالخلق مذهل. أنا أقسم بالله لو أمضينا كل أعمارنا في التفكر بخلق الإنسان لننتهي. والإنسان يعني من آيات الله الدالة على عظمته. يعني أذكر مرة، يعني أفيد المشاهدين بما سمعته منكم مرة، أن يعني كتاب علم الأحياء في مرحلة دراسية نعم. معينة كان باعثا لكم على معرفة الله. 800 صفحة كان بالشهادة الثانوية. نعم. والله أنا أقرأ وأبكي، شيء لا يصدق. في عندنا تعظيم شمولي وتعظيم موضعي. التعظيم الموضعي قوي جدا، شمولي الله عظيم، بس هالكلمة تدخل في التفاصيل، لا معاني واسعة جدا وعمومية. ما التفاصيل نتعرف إلى الله بدقة بالغة. جزاكم الله خيرا سيدي الله. وأحسن إليكم وبارك بكم. وأنتم إخوتي المشاهدين، الشكر موصول لحضراتكم لحسن متابعتكم لما تفضل به شيخنا جزاه الله خيرا. نسأل الله تعالى دائما لكم الخيرات والطاعات والبركات، وأن نلقاكم دائما وأنتم في أحسن حال. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الآفاق بالإبداع سحرا، بنا الآيات تسمو فيك قدرا، تفكر أيها الإنسان فيها وسبح للإله يطيب ذكرا. هنا الأفلاك في ليل السهارة تسامرها إلى الإصباح فجرا، وتبحر في ربى الأنوار حينا، وتستهوي من الأزهار عطرا. تجلت في ملامحها المعاني، وتدعو للهدى سرا وجهرا، ويخلو الوعد في مرسى الأمان، على أسرارها يزدان فكرا. على الآفاق، على الآفاق، على الآفاق بالله.